علاجات منزلية تخلصك من الشد العضلي، وانتبهي للملاحظة في آخر الفيديو. الثلج أسرع وأسهل طريقة للشفاء من الإصابة بشد عضلي تكون عبر وضع كيس من الثلج على المنطقة المصابة لمدة 15 دقيقة. كرر العملية كل ساعتين ليوم أو يومين، فالبرد يساهم بانقباض الأوعية الدموية ويحد من تدفق الدم إلى المنطقة المصابة. قماش مبلل بماء دافئ. طهي القماش المبلل بماء دافئ بعد الـ 24 ساعة الأولى لمدة 10 دقائق عدة مرات في اليوم للتخلص من الإصابة بشد عضلي. إن القماش المبلل بماء دافئ يساعد على الاسترخاء العضلي، مما يقلل من تشنجات العضلات وتصلب الأربطة والأوتار. الثوم الثوم يحتوي على خصائص مضادة للالتهابات ومسكنات، مما يجعلها فعالة جداً لعلاج العضلات المشدودة. عليك تدليك المنطقة المصابة بزيت الثوم الذي يمكن تحضيره في المنزل. ضعي 10 فصوص من الثوم على نار هادية، وأضيفي زيت جوز الهند أو زيت السمسم. ضعي كمية من زيت الثوم على المنطقة المصابة ودلكيها بلطف لمدة 4 دقائق، ثم اغسليه بالصابون والماء الفاتر. ملاحظة: إذا كنت تعانين من أمراض الأوعية الدموية أو مرض السكري أو أمراض القلب، استشيري طبيبك قبل استخدام العلاجات. لا تنسوا متابعتنا ليصلكم كل جديد.